جزاكم الله بالخير. الحين طبعا مدام ايطالي هني نقعد كل يوم نسوي اشياء، فانا حاولت ادور ترافل فريش ما لقيت. اسوي باستا بالترافل صوص. انتم تدرون انا احب الكوزين الايطالي، احسه ما يمل. المطبخ الايطالي ما امله، مو مثل التركي، مو مثل الهندي، مو مثل الاطباق الثانيه. المطابخ الثانيه يصير في تشبع، لكن الايطالي يرضي جميع الاذواق. انا ترى والدي كذي. سبق صورتها وسويت فيها اصناف اللي هي بالبرجر. قاعده الحين اطبخها. عندي بالمقله زبده وزيت زيتون وزيت البرجر، حطيت عليه ثوم مخلوط. الباستا طبعا معروف شويه ملح وشويه زيت. اوف طبعا ما شاء الله ريحه خياليه، ما تتصورون شلون. وهذا الثوم تحمر مع الزبده والزيت. هذا هو عصير عنب. بالطبخات اتعامل معاه مثل الواين. مثل ما انتم عارفين ان الطبخات الاجنبيه خاصه اللي اطلعها من الانترنت كلها فيها واين، فيها وايت واين وريد واين. هذا بديل لهم. اوكي؟ فهذا راح استخدمه كبديل لهم. على طول اصلا يعني كل اللي يطبخون معروف ان هذا يسمونه بديل الواين. بعدين راح احط كريمة طبق. ما تكذبين الحين لازم تعرفون الفرق ان الحمرة مالت الحلويات والبيضة مالت الطبخ. فهذا هناك فرق. اوكي راح احط طبعا اثنين. يلا والبيك في كمية الباستا وايد. راح اضيف جبن بارميزان. ما حطيت لا ملح ولا فلفل اسود، لازم اذوق. حط الفلفل الاسود وملح طبعا. نستمر نحرك عشان تذوب الجبنه بالكامل. طبعا الوصفه مستخدمين فيها الفريش الترافل. اللي تقول لي ايش حق تقول لي ترافل؟ قولي فقع. لا يعني صراحه مو طبيعي الوضع. زين حبيبتي، هذا شيء وهذا شيء. هم العامل المشترك بينهم ان كلهم يطلعوا من القاع من الارض، لكن الترافل غير والفقع غير. حتى بالطعم يختلفون. سووا سيرش بجوجل وتعرفون. وهذا على قولتهم يطلع بمكان وهذا يطلع بمكان. البيست اللي هو مثل المعجون اللي اخذته امس من ايطاليا. اوكي، بالاضافه لان الباستا نفسها بنكهه الترافل فزينف يعني ما يكون طعم حاد وايد. طبعا اذا فريش يكون افضل. ان شاء الله ما اقول لكم شلون الريحه بسرعه تطلع. الحين راح اضيف الباستا واقلبها. الصوص ريحه ان شاء الله ريحه خطيره. بس راح احط عليها شويه ترافل اويل بعد ما تحتاج، لانه خلاص ما بيكون تكون النكهه حاده. ممكن هذا بس الريحه صدق ريحه مطعم ايطالي.